بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الأربع ورقات اللي كانوا في الآخر بس في نهاية الأوبيستي دول كلام كله جنرال يعني مايع، فاحنا برضو ايه حاولنا نرتبه بخط الإيد كده ونظبطه في ثانية كده هتلاقي الأمور بإذن الله سهلة. يمكن أول ورقة وتاني ورقة هما اللي فيهم الكلام شوية، هيبقى بالترقيم ماشيين بقى ورا الورق اللي احنا مشينا بيه في الأوبيستي. هيبقى صفحة 13، كاتب ايه في صفحة 13؟ حاجة اسمها أوبيستي فوكست كوميونيتي assessment and surveillance. من الاخر اكتب عليها كده متابعة الاوبيستي على مستوى البلد. انا عايز اتابع الاوبيستي على مستوى البلد. obesity focused community assessment and surveillance تعريفها ايه؟ قالك عبارة عن systematic collection of data. انا هبدأ اجمع data about الاوبيستي over time at community level. يبقى انا هجمع data عن الاوبيستي في وقت معين او على مدار الوقت فين على مستوى بلد معينة. طب ايه الفاليو بتاعتها؟ الفاليو ان انا درول اتنشن، يعني الدوله عايزه تعمل برنامج اسمه اسسمنت اند سيرفلانس، هدفه ويكون على مستوى الكوميونتي ويكون مركز على مين؟ على الاوبيستي. يبقى اوبيستي فوكس كوميونتي اسسمنت اند سيرفلانس، يبقى انا مركز على مين؟ على الاوبيستي. فهو معناه سيستماتيك كولكشن اوف داتا اباوت الاوبيستي اوفر تايم ات كوميونتي. مين؟ ات كوميونتي ليفل. ايه الفاليو؟ ان انا اجذب الانتباه درو اتنشن تو اوبيستي از بريورتي هيلث كونسرن، كانها احدى اولويات الدوله. معايا ولا لا؟ يبقى هو عايز يجمع معلومات عن الاوبيستي عشان يشد الانتباه. طب ايه الانديكيتورز؟ الانديكيتورز اللي تقدر تقول لنا ان في بروجريس في الاوبيستي بريفنشن، في 7 انديكيتورز قدامك زي ما انا مترجمهم بخط الايد. الاوبيستي بريفالنس اللي هو انتشار السمنه، كل ما السمنه الانتشار بتاعها يقل يبقى البروجرام بتاعك جايب نتيجه او الاوبيستي بريفنشن ماشي في طريقه. رقم 2 البيهيفير اللي هي اوبيستي ريليتد بيهيفير، هل في فيزيكال اكتيفيتي وفيزيكال اكسرسايز بيحصل في البلد ولا لا. رقم 3 الاكسسبيليتي اوف هيلث فول فود اللي هو كميه الاكل الصحي مدى توفره. رقم 4 البوليسز، الحكومه نفسها تدي قرارات ذات شيب الانفايرومنتال بيهيفير. يبقى علم على الكلمات اللي انا بس معلم لك عليها اللي هي الاوبيستي بريفالنس. رقم 2 البيهيفير، رقم 3 الهيلث فول فود، رقم 4 البوليسز، رقم 5 الميديا الاعلام، هل الاعلام نفسه عامل حملات ميديا كامبين فور بروموشن اوف هيلثي فود يخلي الناس تاكل اكل كويس ويشجعهم على اكل الهيلثي ولا لا. ليفل اوف فاندنج فور بريفنشن اوف اوبيستي، يعني مستوى التمويل، فاندنج يعني التمويل اللي الدوله بتصرفه عشان خاطر تعمل برامج سواء العاب سواء اكل صحي توفره، كل دي اسمها ليفل اوف فاندنج فور اوبيستي بريفنشن. واخر حاجه من الانديكيتورز هي الديموغرافيك اند سوشيال ديترمينانت ذات ليد تو ديفرنشال اكسبوجر اند فولنربيليتي. يعني ايه؟ هل في اختلافات بين افراد البلد ولا لا زي البطاله؟ ما هو كلمه ديموغرافيك اند سوشيال ديترمينانت يعني العوامل المجتمعيه اللي بتقول ان في فولنربيليتي، يعني ناس اكثر عرضه للاوبيستي. الانبلويمنت البطاله كل ما هتزيد، الانكم انيكواليتي عدم المساواه في مين؟ في الدخل والكلام ده. يبقى ده اول سؤال عندنا، obesity focused community assessment and mean surveillance. طب تعالى بقى على الكوفيد والobesity في الورقة صفحة 14. ايه بقى فكرة الكوفيد والobesity؟ كاتب ان الـ WHO عملت حاجة اسمها roots framework. roots framework ليه؟ طبعا لان الobesity تعتبر risk factor تمام for mean يا جماعة for covid، ده حتى الشفاء بتاع الناس الobese بيبقى صعب شوية، فيبقى بالتالي الobesity عامل خطورة في حالات الكوفيد. عشان كده طلعوا نظام اسمه روتس. وروتس يعني ايه؟ اول حاجه ان انت ريكوجنايز ذات ان الاوبيستي از ريسك فاكتور فور اذر كونديشن، يعني اتاكد وتعرف وخليك فاكر ان الاوبيستي تعتبر ريسك فاكتور لامراض اخرى، وبتشمل الامراض الاخرى مين؟ الكوفيد. يبقى منهم الكوفيد. عشان كده حط ثلاث كلمات تحت الار. اول حاجه ان البيبل ليفنج ويز اوبيستي، احنا في صفحه 14، ان الناس اللي عايشه ويز اوبيستي هاف ذا بريورتي فور تيستينج اند فاكسينيشن، يعني الناس اللي عندهم اوبيستي هم اللي لهم الاولويه ان احنا نختبرهم ونديهم تطعيم. رقم 2 ان الاماكن سبيسز ان ويتش البيبل ليفنج ويز اوبيستي، لازم الاماكن دي بالذات لو فيها كوفيد تبقى ابروبريت اكويبد، يعني الالات والمستشفيات تكون متجهزه على اكمل وجه وستريند هيلث وركر. يبقى اول جمله ان لازم لهم اولويه في الاختبارات وفي التطعيمات. تاني جملة ان الاماكن اللي فيها الناس with obesity لازم equipped وtrained health worker.
رقم 3 ان السوشيال ديترمينانت اوف هيلث ابروتش فور ذيز ايه يا جماعه، فور ذيز ارياس، يعني نحاول بقى ما نفرقش بينهم في الدخل في الانمبلويمنت في الكلام ده، عشان نحاول نحد من موضوع الاوبستي بالذات في الاماكن اللي فيها بيبول ويز اوبستي كتير. يبقى تاني اول ار ريكوجنايز ان الاوبستي ريسك فاكتور فور اذر كونديشن، يبقى دي اختصار كلمه روتس. طيب الاو لازم اعمل اوبستي مونيتورنج وسيرفلانس، اكتب كده متابعه ورصد، ان انا لازم امونيتورنج اقرا كده اوف اوبيز بيبول افكتد باي كوفيد، لازم على طول اتابع الناس الاوبيز الافكتد باي مين، باي كوفيد. في نفس الوقت مونيتورنج الافيلابيليتي اوف هيلث فود، يبقى الايتم الثاني كله بيخص المونيتورنج. ايه اللي براتك صفحه 15 هتلاقي بيقول لك مونيتورنج الامباكت اوف بوليسي، يعني السياسات والقوانين اللي الدوله حطتها عايزين نشوف تاثيرها، امباكت يعني تاثير البوليسز تو ليميت السبريد اوف كوفيد ان اوبيز بيبول، ثم مونيتورنج بقى البريست فيدنج كامبين اند بريست ميلك سبستيتوت فور تشيلدرن. ليه؟ لان الرضاعه الطبيعيه من الحاجات اللي بتقلل الاوبيستي قدام. يبقى اول ار الار يبقى ريكوجنايز ان الاوبيستي ريسك فاكتور، او اوبيستي مونيتورنج اند سيرفلانس، الاو الثالثه اوبيستي بريفنشن اند استراتيجي، يبقى اللي هي برايمري وسكندري بريفنشن ايفورتس، لازم ننفذ البوليسز اللي هتحاول تقلل التشايلد هود اوبيستي، ايكويتي بيزد بريفنشن استراتيجي، الاستراتيجيز اللي انت هتحطها كلها لازم يبقى فيها مساواه وعدل بين جميع الافراد. ثم تي تريتمنت اوف اوبيستي، ان انا لازم روتين اوبيستي تريتمنت نوت بي ريستريكتد ام سي كيو، يعني انا ما اوقفش علاج الاوبيستي وانت بتعالج حالات مين؟ الكوفيد. ده غير ان لازم سبيشال بروجرام فور اوبيز بيبول ويز كوفيد زي التيلي ميديسن، حتى لو نقدم لهم معلومات على النت او على الموبايل او الكلام ده، المهم ان هم لازم ما يوقفوش دواء الايه الاوبيستي وهم بيتعالجوا منين؟ من الكوفيد. والاس اللي هي سيستم بيزد ابروتش، يبقى دي كلمه روتس عشان لو سالك فيها بكره في التي بي ال. هات اللي بقى الورق كده من اوله بعد اذنك، يبقى 13 و14 و15 صفحه 13 اتكلم عن الاوبيستي فوكسد كوميونتي اسيسمنت اند سيرفلانس، الديفينيشن والفاليو والانديكيتورز، والانديكيتور هي البريفلانس والبيهيفير والهيلث فول فود والبوليسي والميديا والفاندنج والديموغرافيك اند سوشيال ديترمينانت. بعد كده كوفيد اند مين؟ اند اوبيستي. اخر سؤال بنتكلم عنه وبرضه كله لك، اللي هو مين؟ الكوميونتي استراتيجي تو مانج اند كنترول الاوبيستي، يعني بيقول لك دلوقتي ايه الخطه اللي محطوطه على مستوى البلد برضه عشان امانج وكنترول الاوبيستي، تو ريفرس الاوبيستي ايبيديميك، يعني عشان نقلل الوباء بتاع السمنه. اول حاجه لازم ايرلي كير اند ايديوكيشن، الحاجات ده اللي انا حاطط لك عليها عناوين فاهمني ولا لا؟ يبقى انت دلوقتي في صفحه 16، صفحه 16 و17 النقط السوداء بقى المتغمقه دي هي دي اللي ايه تذاكرها. اول حاجه ان انا لازم اعمل ايرلي كير اند ايديوكيشن، وعشان اعمل ايديوكيشن للناس لازم ديفلوبنج افكتيف نيوتريشن ايديوكيشن مسج، المسج دي اللي هي الهيلث ايديوكيشن اللي انت هتقدمه للناس عشان نحاول نمنع الاوبستي لازم تبقى كلير وسيمبل وريليفانت تو اودينس وسنسيتيف تو هاو كونسيومر بيرسيف الريسك اوف ان هيلثي ايتينج، ولازم بوزيتيف يعني ان انت تبقى ايت مور فروت مثلا ما تقولوش قلل فات، يبقى بوزيتيف رذر ذان مين؟ نيجاتيف. يبقى اول حاجه لازم تبقى كلير وسيمبل، في نفس الوقت تكون منطقيه ريليفانت تو اودينس، في نفس الوقت سنسيتيف ازاي الكونسيومر يستقبل فكره ان الاكل الان هيلثي يعتبر ريسك، المفروض ان المسج تبقى بوزيتيف، يعني انا مثلا انصح الناس من هم ايت مور فروت رذر ذان نيجاتيف ان انا اقول لهم قللوا الفات، المسج دي لازم امفاسايز البينيفيت اوف تشانس، يعني انا مثلا بديله فرصه ان هو يغير او ان هو يلعب رياضه او الكلام ده، فانت بتعرفه في المسج بتاعتك ايه البينيفيتس بتاعت اللي تشينج، وفي نفس الوقت انولجمنت بارير تو تشينج، يعني ايه انولجمنت بارير تو تشينج؟ يعني انت بتعرفه ايه العوائق اللي ممكن تقابله في اللي تشينج البيهيفير اللي هو هيحاول يعمله. بعد كده افويد المسج ذات استجماتايز مين الانديفيدوالز، تجنب اي مسج بيبقى فيها مثلا كسوف او خجل او وصمه عار او ان انت تحرج اللي قدامك فاهمني ولا لا؟ يبقى اول حاجه ايرلي كير اند ايديوكيشن، وايرلي كير اند ايديوكيشن عن طريق حاجه اسمها ديفلوبنج افكتيف نيوتريشن او ايديوكيشن مسج.
بعد كده هيلسي فود، هيلسي فود انفايرومنت. ايه الهيلسي فود الانفايرومنت اللي انت بتخلي بالك منهم؟ اول حاجه ان انت اللي هي المصانع نفسها لازم انسنتيفز فور سوبر ماركتس، لازم بليسنج الكالوري كونتنت على الفاست فود منيو، يعني المفروض كل نوع من الاكل بيتقدم للناس المفروض يتقدم بالكالوري كونتنت بتاعه. ثم سبورتنج نيوتريشن ستاندردز فور تشيلدرن، يونيفرسال اكسس فور كلين ووتر. هتلاقيهم بقى عباره لما تقلب اخر ورقه هتلاقي هيلسي هوسبيتال وهيلسي سكول كوميونيتي وورك سايت وهيلسي فود سيرفيس اند فيزيكال اكتيفيتي. في النصايح العامه اللي بتتقدم للطلبه بتوع المدارس، ان انت انكرج الطلبه ان هم ايه درينك الووتر بديل من الشوجر درينك، يعني بدل ما يشربوا عصاير وحاجات فيها سكريات والكلام ده طول فتره الدراسه او طول يعني المدرسه اليوم المدرسي نفسه يكون شربهم الاساسي الميه. افيلابيلتي اوف هيلسي فود جوه المدرسه، لوكال سكول ويلنس بوليسي تو ديكريز الاوبيستي اللي هو الالعاب الرياضيه والكلام ده، فاهمني، على اساس ان انا اقلل الاوبيستي وانكريز الاماونت اوف مين فيزيكال اكتيفيتي نفس المعنى. يبقى انكرج الاطفال تو درينك ووتر الترناتيف تو شوجر درينك، رقم 2 افيلابيلتي اوف هيلسي فود، رقم 3 لوكال سكول ويلنس بوليسي تمام تو ديكريز الاوبيستي، رقم 4 انكريز الاماونت اوف فيزيكال اكسرسايز او فيزيكال اكتيفيتي. طب بعد كده اماكن الشغل والهيلسي فود سيرفيس يقصد بيه المصانع، المفروض الفود اندستري الاربع نصايح اللي انا اقدمهم لك، ان انا اقلل الفات والشوجر والسولت في الاكل اللي انت بتصنعه. دول بالنسبه للفود اندستري، عشان السؤال ممكن يجي لك بكره مثلا في تي بي ال، يا يسالك يقول لك اللي هي السيرفلانس اللي هي اول سؤال، يا يسالك الكوفيد اند اوبيستي، يا يسالك ايه الكوميونتي استراتيجي تو مانج اند كنترول مين الاوبيستي. خصائص المسج ايه؟ هيلسي فود انفايرومنت ازاي نقدمها تمام، والهيلسي سكول كوميونتي والهيلسي فود سيرفيس. قلنا ان الفود اندستري لازم يقلل الفات والشوجر والسولت ان بروسيسد فود، لازم يبقى فيه هيلسي نيوتريشن تشويس ار افيلابل، لازم ريستريكتنج الماركتنج اوف فود هاي ان شوجر اند هيلسي فود وريجولار فيزيكال اكتيفيتي ان ورك بليس نفس العمال والناس اللي شغالين جوه المصنع. اخر حاجه ايه الميني الفيزيكال اكتيفيتي، ايه الميني ديفرنت استراتيجي عشان البني ادم يحافظ على الفيزيكال اكتيفيتي. اول حاجه انديفيدوال بيزد ادوبتد هيلث بيهافير، هو نفسه انديفيدوال ادابتد هيلث بيهافير تشينج بروجرام، هو نفسه بيمارس الرياضه سواء في بيته او كده. رقم 2 انهانسد سكول بديل المدارس فيزيكال اديوكيشن اللي هي الالعاب او الرياضه اللي بتتقدم في المدارس. رقم 3 ميديا كامبين، ممكن الارشادات بتاعه الاعلام والتلفزيون والبرامج بتاع صباح الخير يا مصر وال حاجات اللي الناس تحاول تلعب رياضه حوالي يعني ورا الناس دي. ثم انكريز البليسز وير بيبل كان بي اكتيف، ثم كوميونتي ديزاين تشينج، ان انا اغير في البلد كلها، ازود الملاعب الرياضيه، ازود الكلام ده، ده كله عشان هي نفس الجمله اللي قبلها اللي هو انكريز البليسز وير بيبل كان بي اكتيف. على ما اظن الموضوع ده كله لك، اقراه بس كده بعينيك، شوف الدنيا ايه عشان بس الموضوع تبقى اللي بكره باذن الله. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.